بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أخوات الغاليات، أحييكن بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا يوم الجمعة عند الآية 25، ولذلك سنكمل رحلتنا نحو تأمل كتاب الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. اللهم آمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم آمين. آخر آية قلنا إحنا أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا حتى يقيم الحجة علينا. يذكرنا بماذا؟ يذكرنا يا غاليات، يذكرنا بنعمته علينا. الله سبحانه وتعالى بعدما فصل لنا من هم المؤمنين، من هم الكافرين، من هم المنافقين، يذكرنا الآن. يعني أنت اخترت الطريق أيها الإنسان، خليني أخبرك من أنت ومن أنا. أخبرنا الله تعالى من هو سبحانه ومن نحن. نحن عباد له على هذه الأرض، فقالنا ما نملك وما لا نملك، قالنا ما نملك وما لا نملك. نحن لا نملك إلا أن نعبد، لا نملك شيء ثاني، أما الملك كله لله. الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن الملك له، وصدق سبحانه. ثم أن الله تعالى أقام علينا الحجة أكثر، أقام علينا الحجة أكثر. ماذا قال؟ قال إنه أتحداكم تأتون بآية، آية واحدة. ثم قال أعرف أنك أيها الإنسان ما راح تقدر، ما راح تقدر. ولذلك من الآخر الله تعالى يقولنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفيدوا إيش؟ نفي، نفي، لن تفعلوا، يعني مهما حاولت ما راح تسوي. ولذلك من الآخر أيها الإنسان، إنك لا تملك أن تعمل آية، فكيف تعصي الله سبحانه وتعالى؟ ما تملك. ولذلك أحيانا أختي الغالية، كيف إنه الإنسان يكابر ويتكبر، يكابر ويتكبر على الله سبحانه وتعالى وهو آية واحدة ما يقدر يجيبها. يعني أعلم علماء الأرض وأفقه الناس وأكثرهم بلاغة لن يصلوا إلى أن يضعوا آية من آيات الله في القرآن الكريم، ومع ذلك الإنسان يتكبر فيقول الله تعالى اتقوا النار. والنار لها معنيين، النار لها معنيين، معنى نفسي ومعنى حقيقي، معنى نفسي ومعنى حقيقي. الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى يعيش في نار، يعيش في نار ماذا؟ يعيش في نار الظنك. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا يعني أن هناك نار وقودها الناس، فأنت هتعيش في نارين. أول شيء ابتعادك عن الله تعالى نار الضنك، نار البهدلة، نار العذاب، نار
تخبط، وما أكثر تخبطنا. إحنا متخبطين، والسبب أنت لا تتخبط، تعرف إنك أنت ما تتبهدل حياتك إلا لسببين: إما أن الله تعالى يريد فيها أن يختبرك أيكم أحسن عملا، يختبرك هل أنت هتحسن العمل ولا لا عشان يرفعك، أو الأمر الثاني يقيم عليك الحجة بحيث إنه أنت عندك خطأ ويريد أن يطهرك منه، فيراك هل تتطهر منه ولا لا. تمحيص، نعم، يكون تمحيصا. فواحد إما أنه ليرفعك فيرى صبرك، أو أنك أنت أخطأت في واقع الأمر والله تعالى يريد أن يطهرك. من ضمن الابتلاء اللي هو المرض، أحيانا يجيك مرض ما تعرف ليش مريض، فالمرض تطهير. أحيانا يصيبك نصب، يصيبك تعب، يصيبك هم، هم بسيط أحيانا، اعرف أن ذلك الهم تطهير، اطمئن. الله سبحانه وتعالى على فكرة لطيف لطيف لطيف، لدرجة أنه يعني ما يريدنا حتى يعني نخالفه. ففي الخلاف لما نخالفه مباشرة الله تعالى يقيم علينا الحجة، يقول فاتقوا، يقولنا فاتقوا. ليش؟ لأنه مباشرة يقيم علينا الحجة مباشرة. حتى وصلنا إلى الآية 25، ثم قال لنا الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حبيبتي تهاني، الله يسعدك يا رب. وبشر الذين آمنوا. أنا أريدكم نرجع للآية الكريمة في كتابه العزيز، يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني إذا أنت ماشي على كلام الله سبحانه وتعالى أبشر. كل مرة دائما نقول البشارات لا تظن أنها للآخرة فقط. المؤمن الذي يمشي على الطريقة المستقيمة، على الطريق المستقيم اللي ذكرناه في سورة الفاتحة، يعيشها دنيا وآخرة. اطمئني، ما يعيشها فقط في حدود الآخرة، لا، الله تعالى يكرمه في الدنيا. كيف نوع الكرم؟ سيجد تيسير، سيجد توفيق، سيجد فتوحات، سيجد أرزاق من حيث لا يحتسب، سيعطيه دون حتى لدرجة أنه هيستغرب يقول ما أعرف، لا أعرف من أين أتتني هذه الأرزاق، الله تعالى رزقني. ولذلك إيش يقول؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني لما شافوا الآخرة تذكروا أن الله تعالى أيضا أنعم عليهم في الدنيا. فكيف تعصي الله؟ فكيف تعصي الله؟ ما تعصيه، لأنه إذا أنت أحسنت أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. الله تعالى يعني عطاؤه كريم. لذلك في ناس تعتقد أنه لما تعمل حسنا في الدنيا أو تعمل وتمشي صح في الحياة الدنيا، على بالهم أنه الأجر بس في الآخرة، ودائما يعني يعيشوا باستكانة، ما يعيشوا بتفاؤل. يعني في ناس يقول لك بس أنا أهم شيء عندي الآخرة، طب ماذا عن الدنيا؟ ترى الله تعالى كريم، الله تعالى رحيم، استحالة أنك تعبده ويعذبك، استحالة أنك تعبده وما ييسر لك حياتك، استحالة أنك تمشي على طريقه المستقيم ثم يحرمك، ما يحرمك. ولذلك السبب أنه في بعض الناس يقوموا، يعني في بعض الناس ما شاء الله عليهم ماشيين على الطريق المستقيم يعبدون الله تعالى، لكن اعتقادهم أن الجزاء في الآخرة يعيشون الضرك في الدنيا، بس لأنه اعتقادهم أن الجزاء فقط في الآخرة.
لكن إذا استبشر خيرا أعطاه الله في الدنيا والآخرة. اللي يحسن الظن بالله الله تعالى مستحيل يخيبه. الله دائما عند حسن ظنك، لن يخلف الله وعده أبدا. ثم يستمر الله تعالى يقيم الحجة علينا، يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لكن في فرق، في فرق. شوفوا الله تعالى لما يقيم الحجة، أريدكم أنتم كيف تتساءلوا بينكم وبين أنفسكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. تعرفوا أحيانا يكون الإنسان، شوفوا المؤمن، شوفوا المؤمن كيف يتفكر في آيات الله، وكيف الكافر أو المنافق يتفكر في آيات الله. تعرفوا أحيانا إيش يصير الإنسان المؤمن لما يصيبه ابتلاء أو تقع عليه آية من آيات الله أو حدث من أحداث الدنيا يتفكر فيها ويقول هذه من عند الله ليبتليني، ليختبرني، لأصلح نفسي، ليرفعني. يعني دائما عنده هذاك النوع اللي هو تفكر والتأمل في آيات الله، ما تمر عليه آيات الله إلا تقربه من الله سبحانه وتعالى. يعني كل حدث يحدث له في الدنيا تقربه، كان خير أو شر. يعني مثلا الله تعالى أنعم عليه بنعم من واسع فضله، شكر الله تعالى. أما إذا أصابته مصيبة فإنه سبحان الله أيضا يصبر. فإيش يقولوا؟ فيعلمون أنه الحق، يعرفوا أن أمر الله حق، ما يعترضوا. الآن الأخت الفاضلة تسأل تقول هل صحيح، هل صحيح شيء حشرة صغيرة تعيش في ظهر البعوضة؟ أنا ما أريدكم تأخذوا المعنى الظاهري. شوفوا مسألة أنه في كائنات موجودة على الأرض، في كائنات يعني صغيرة لا نراها، في مخلوقات الله تعالى خلقها ولا نعلمها، ليس هو هذا الهدف. لأنه في ناس كثيرة تركز على الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي هيخليك لحظة تتعجبين وتقولين سبحان الله، لكنه لحظة. طيب ما الذي يريده؟ هو السؤال هنا، ما الذي يريده الله منا من هذه الآية؟ أنا ما أريدكم تنغمسوا بس في موضوع الإعجاز، يعني مسألة أن الله تعالى يخلق وهناك أمور الله تعالى سيخلقها، هذا شيء مفروغ منه. ما العلم؟ ما العلم أمام علم الله؟ ما اكتشافات العلم أمام علم الله؟ لا شيء. هيظل العلم يكتشف يكتشف يكتشف، ما هيجيب لي شيء جديد. الله تعالى علمه سابق، فما هيكتشف لي العلم جديد، يعني هو ما هيجيب لي شيء عجيب، لأن الله تعالى يخلق ما يشاء. فما هي هي الحكمة؟ طيب إيش الحكمة من هذه الآية؟ تعالوا نتفكر. بعوضة فما فوقها، يعني ممكن يصيبك شيء بسيط بل أقل من البسيط. الحشرة البعوضة هذه مخلوق صغير مزعج، شوفوا مزعج، وقد يصيبك ما أقل منه إزعاجا. وأريدكم كذا هتشوفوا عجز الإنسان، عشان يخبركم الله تعالى، يخبرنا الله تعالى عجزنا وضعفنا. مش ضعفنا، تعرفوا في فترة من الفترات كان عندي حصى في الحالب،
وكميه الالم لا توصف، لان حتى كان عندي اخراج دم، وكميه الالم لا توصف، لانه كانت الحصى تجريحها يعني تعرفوا الحالب يعني تعرفوا كم الجلده الصغيره كذا ضعيف 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 جدا الحالب، والحصى تجرح في الحالب ما قادره تطلع ولا تنزل، فعامله انسداد وخلى الكليه تتورم وجعل الكلى تتورم، فكميه الالم لا توصف، حتى يقال ان الم الكلى رقم 3، يعني بعد الحرق والولاده ياتي الم الكلى من شده الالم. فلما جايوا يوروني الحصى متخيلين حجمها، تعرفوا حبه العدس صغيره، والله قلت سبحانك ربي ما اشد ضعفنا، صغيره لكن كميه الالم اعوذ بالله من شده الالم، تجريح لدرجه اقولكم الخروج يكون دم كان يخرج. هذا دليل على انك انت ايها الانسان فعلا انت ضعيف ضعيف ضعيف، ويحتاج الانسان انه يتفكر يقول ما اشد ضعفي وبعدني اكابر، بعدني اعصي ربي، حاجه بسيطه ما قادر اتحملها. فالله تعالى يضرب لنا مثل بسيط البعوضه، وعلى فكره في حشره يسموها العث تسوي كذا مثل تقريصه، هذه لا ترى الا بالعين، لا ترى الا بالمجاهر. فالله تعالى لما يقول فما فوقها يعني حشره صغيره انت ما تشوفها تزعجك، هذه الحشرات الصغيره وشوفوا أذاها كيف، وإحنا طول بعرض أنت أيها الإنسان، ومع ذلك مالك أنت يوم تجيك البعوضة وتقرصك مو تقول أعوذ بالله قرصتها. وبعض الناس على فكرة بعض الناس عندهم حساسية من البعوض، ما يعني لازم مستشفى لازم سقايات، ينتفخ جسمهم ينتفخ من شدة ضعف الإنسان. لكن المؤمن مو يقول هذا الحق، إنه إحنا ما نقدر ندفع عن نفسنا شيء، لكن مو يقول الكافر. شوفوا المؤمن نظرته إلى خلق الله، لكن الكافر ماذا يقول؟ ما نعرف الله تعالى حال مخالقنا هذه الأشياء المؤذية، ما أعرف ذي الأشياء المذية ليش مخلوقة. شوفوا الكافر، لو ما مخلوق البعوضة كان أحسن، لو ما مخلوق الحشرات كان أحسن، ولا يعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا. سورة البقرة الآية، الآن نحن في الآية 26، وفي الشاشة احنا نكتب حبيبتي في الشاشة نكتب الآيات من أين إلى أين. يعني الإنسان يفترض إنه ماله كن ذاكرا كن عارفا إنك أيها الإنسان لا تغرك عضلاتك ولا عقلك ولا يعني ولا سيرك ولا سعيك ولا غيره، ما يغرك إنك لا تستطيع شيئا، ما تقدر. شوفوا ثم يقول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. شوفنا الغاليات هذه الآية، الذين ينقضون عهد الله، أول ما تقولي أشهد أن لا إله إلا الله
بينك وبين الله عهد، مو هو أن تطيعيه وأن تجتنبي نواهيه. يعني أول ما يقول ما تعتقدي إني شنتي، بس أنا يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخلاص انتهى الأمر، ترى في عقد بينك وبين الله، والعقد أن نلتزم ببنود العقد. يعني لما أنت توقع عقد مع شخص معين تشتري بيت، من ضمن الأشياء اللي تلتزمي فيها أن تدفعي قيمة البيت، تدفعي قيمة البيت دفع. وكذلك مع الله سبحانه وتعالى، لما تقولي أنني أشهد أن الله، يعني تقري، طيب هذا الإقرار ترى وراء بنود. ما هي البنود؟ إنه سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، مو هي الأوامر، مو هي النواهي. أعرف كذا ما هي الأوامر. ولذلك من ضمن الأشياء اللي بإذن الله تعالى سنتكلم عنها في دورة التدبر بإذن الله، كيف أتدبر في نقطة مهمة جدا الإنسان يعني يعين نفسه فيها على التدبر، اللي هي يحصي أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه في الآيات. لكن ما الآيات فقط الصريحة، في آيات أيضا تكون غير صريحة النهي فيها، ما يكون صريح. طبعا في ان شاء الله في دورة التدبر راح نعرف كيف اعرف هذه الآية ما الذي تقصده. نعم هذه المرة فقط في الطرق نركز فقط على الطرق، يعني كأنه مهارات مهارية اكثر من كون انه انا اتكلم فيها على التدبر، يعني اكثر من انه احنا نتدبر، اكثرها تدريبات. طيب يقول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ولذلك السؤال، ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنه لا تجسسوا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنه نجتنب الربا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى لنا إنه السارق والسارقة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني؟ فما أكثر الذنوب التي نقضنا فيها عهد الله، كذبنا، تجسسنا، اغتبنا، ظننا، كل فعل تفعله مخالف لأوامر الله ونقض للعهد بينك وبين الله، أنت تنقض العهد. أنقض العهد، نعم أنت تنقض العهد. طيب هل معناته أنه أنا كفرت؟ هنا أريدكم لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ لأن الله تعالى يطالبنا أن نتقيه أقصى استطاعة. لكن ممكن يصير الإنسان ماله، ما كلنا في نفس المستوى، ولذلك هناك السابقون وهناك أهل اليمين وهناك من هو أقل منهم وأقل منهم دركات. فما تقنطي، يعني ممكن أكون أنا كل شيء أقيمه لكن في أمر ما قدرت فوق طاقتي. يعني مثلا من ضمن الأمور اللي فوق طاقتي إن أنا أعفو، ما قادرة أعفو. هل يلزمني الله تعالى إني أنا أعفو؟ لا، الله قال وأن تعفو ذلك أقرب للتقوى، قالنا. لكن أنا ما عندي الاستطاعة إني أنا أعفو، هل معناته إنه أنا نقضت العهد؟ لا، لأنه في الأعمال الصالحات هناك درجات، لكن في الإيمان لازم نكون واحد. في الإيمان شوفوا، أن تؤمن بالله يعني الله تعالى هو رقم واحد. طيب في الأعمال الصالحات نحن مستويات، ولذلك نقض العهد إيش يقصد به نقض العهد؟ ننتبه، نقض العهد إنه أنا أجيب الأمور اللي هي المحرمة قطعا، ما اللي فيها درجات، ما اللي فيها أحسن عملاء، وأروح وأعمل وأخطأ فيه وأعمل وأقع فيها. يعني خلونا نفرق مرة ثانية، أعيد عشان نركز. نقض العهد للناس الذين يأتون ما حرم الله، يأتون ما حرم الله أو منه الله عنه. أما الطاعات
مستوياتها. لأنه في ناس مثلا خلينا نقول ما تصوم مثلا اثنين وخميس، في ناس تصوم اثنين وخميس، طبعا اللي يصوم اثنين وخميس أفضل من اللي ما يصوم، هكذا الواقع. طيب لكن أنا مثلا أنا صحيح ما أصوم اثنين وخميس، لكني أتصدق في المقابل كل اثنين وخميس، أخرج صدقات كل اثنين وخميس، أنا هذه استطاعتي، أنا ما أقدر أصوم صحيا لأني مثلا أتعب، لكن أقدر أصرف مبلغ. فكل حسب استطاعته، يعني يتقرب إلى الله حسب استطاعته، درجات. طيب نقض العهد، نقض العهد إن الله تعالى قال لي لا تكذب، أنا رحت كذبت، قال لي ما تمشي في هذا الطريق، أنا مشيت فيه، فهنا خالفت. لكن كيف تكون العقوبة؟ تكون العقوبة بقدر ذلك النقض، لأن الجزاء من جنس العمل، العقوبة تكون بقدر النقض. يعني أنا وش اللي خربته في علاقتي مع الله تعالى، فتكون عقوبتك على حسب العمل. نعم، وهذا من عدل الله ورحمته بنا. عشان إيش؟ يعني الله تعالى أصلا يقيم علينا الحجة عشان نرجع، عشان أنت في حاجة. ولذلك يمكن أغلبنا ما إنه يقطع علاقته بالله، لكن يرتكب ذنبين، فالله تعالى يدله على الطريق عبر إيش؟ عبر الابتلاءات، عشان يرجعك إنه في شيء غلط. ولذلك على الإنسان لما يصاب بابتلاء يقول ما الذي أخطأت فيه، يراجع نفسه، يحاسب نفسه حتى في أمور حياته. كيف يعني؟ تعرفوا أحيانا مثلا الإنسان يسوي تجارة ثم يخسر في التجارة، طيب هو يصلي، هو يعبد الله تعالى، هو يتصدق، طيب ليش خسر في التجارة؟ بعض الناس وش تقول؟ أنا ما عملت غلط. أنت فعلت سلوكا تحتاج أنك أنت تراجع نفسك فيه. وش هو؟ إنه في عندك مهارات ناقصة في التجارة. شوف الله تعالى، على فكرة الله تعالى يقيم علينا الحجة في حياتنا، في سعينا وفي علاقتنا معاه. شوفوا تربية الله لنا، كرم الله تعالى ما يخلينا، يعني ما يقولش أنت في أمور الدنيا مثل ما يقولوا لا على حسب كيفش، لا، لأن الأمر كله لله، حتى في تجارتك، حتى في سعيك في الدنيا، ترى كل الأمر لله. فلا تفكر إنه أنت يعني أنا ما بيني وبين الله خلاص أنا عمار، لكن في الدنيا ما حد له دخل، لا، لازم أعرف كل سعي في الدنيا أيضا الله تعالى ربيني فيه، يدلني عليه. فما يظن إنسان إنه لا أنا مدام أصلي ما المفروض إنه أنا أتبهدل في الدنيا، لا، أحيانا هناك مهارات أنت ما تمتلكها، الله تعالى يريد أن يلفت انتباهك لها. طب أنا ليش خسرت في التجارة؟ ولذلك في ناس لما مثلا تخسر في تجارتها مو يسوي، وهذا الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن يتساءل عن أسباب الخسارة فيحاول إنه يحللها وبعدين إيش؟ يراجعها ويتعلم من أخطائه. الكافر يقول ما لي حظ، أنا فاشل، ما أنفع في التجارة، فيروح منسحب. والمؤمن على فكرة لو تلاحظوا في قصص الصحابة ممكن يكونوا يتبرعوا بمالهم أكثر من مرة، يعني يفقدوا مالهم كامل يتبرعوا به، أو يخسروا مالهم ثم الله تعالى ماله يعوضهم أضعاف. تتوقعوا في ناس كذاك يقول لك في علم، يعني هذا للأغنياء، الأغنياء اللي هم الأغنياء مالا، على بالكم إنهم ما يتعرضوا للخسارات؟ يتعرضوا، لكن شوفوا تفكيرهم، تفكير الإنسان المؤمن اللي يفترض المؤمن يفكر فيه، وش هو؟ إنه تقدر تبدأ من أول وجديد، تقدر تبدأ من أول وجديد. نعم، دائما هناك فرصة، لأنه في كل خسارة هناك درس، فما يتحسر على اللي فقده،
أما في ناس لأنها ما تعرف إنه في كل خسارة درس، تقولش خلاص أنا ما أنفع في هذا الطريق فتستسلم. ولذلك في ناس مثلا أحيانا يريد يقول أحفظ القرآن، هيحفظ مرة ومرتين وبعدين يشوف نفسه فشل، ما يقول أنا ليش مثلا ما نفع، طيب ليش يمكن أنا هذا الوقت ما يناسبني في الحفظ، يمكن أنا ما أخذ آيات كثيرة وما عندي قدرة، فإيش يسوي؟ يفترض يراجع نفسه، ليش أنت ما عندك حفظ؟ طيب ليش أنت ممكن تكون أنت أصلا لأنك ترتكب ذنب ولذلك الحفظ عندك، يمكن لأنك أنت أصلا مشغول ب600 حاجة ولذلك الحفظ عندك، تركيزك ما إلى هناك، ما يراجع نفسه ويجي يقول حاولت وحاولت وفشلت فما استطعت أني أحفظ، فيروح ويش واقف عن الحفظ ويترك الحفظ سنة سنتين وبعدين يرجع مرة ثانية ويقع في نفس الأخطاء. لكنه لو يتفكر حتى في الحفظ، ليش أنا عندي مشكلة في الحفظ؟ مو الأخطاء اللي أرتكبها، طب ليش ما أصلح؟ طب إيش قدرات التعلم عندي أنا؟ إيش أنا اللي شاطر فيه؟ سمعي ولا بصري؟ شوفوا المؤمن الله تعالى يريدنا هكذا في التعامل مع يعني مع أحداث الدنيا ومع العبادة، فأنت في كل أنت تعبد. ولذلك قيل أن المؤمن الحق هو الذي يتفكر، اللي صح مؤمن يتفكر ما تمر عليه الأحداث هكذا، لا تظن أنه المؤمن فقط الذي يقيم الصلوات وهذا، لا، المؤمن الحقيقي الذي يتفكر. ولذلك كانوا ماله، شوفوا مو قالت بعض الأخوات أنه واحد من أهل العلم والذكر ماله مقصة نعاله قطعت، مو قال حتى نعاله قال بسبب ذنب. شوفوا لأي درجة هم يتفكرون، قال أكيد أنا مسوي ذنب، نعالي بخير وعافية وقطعت وتعرضت للإحراج أو للأذى، أكيد أنا مسوي شيء غلط. فيراجع نفسه، يتفكر في كل حاجة. إحنا عندما نصاب مصيبة ونقول أغلب الناس مو تقول ليش أنا؟ ليش أنا حياتي كذا؟ ليش أنا ما إلي حظ؟ ليش أنا مبتلى؟ أنا ما أكره الناس. من قال؟ تو إيش العلاقة؟ أنا إنسان طيب، ما العلاقة؟ ما ممكن طيبتك أصلاً غلط، طيبتك عبارة عن سذاجة وليس طيبة. يمكن أنت في أخطاء في علاقاتك جالس تسويها، يمكن أنت أصلاً جالس تعطي أكثر من اللازم. فالله تعالى يريد أن يريك أنه لا، اتزن في تعاملاتك، اتزن في عطائك. لكن الإنسان مو يقول ما أعرف ليش أنا دايماً الناس تستغلني، ببساطة تستغلك لأنك أنت سمحت لهم أن يستغلوك، لأنك أنت أعطيت أكثر من اللازم. كما تقول خديجة فكت مك، خلي يحصل، أنت تمنح خلاص، ما تجي تقول بعدين ليش الناس تستغلني. المؤمن يقول لعلي منحتهم. ولذلك يقول لك الإنسان الذي يعطي إنسانا آخر أعلى من قدره يكون قزما فتتسلط عليه الناس. شوفوا القانط ماذا يفعل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إيش يسويوا؟ يفسدوا في الأرض، يعني ما يقولوا إنه لا، الله سبحانه وتعالى يريد منا شيء في حكمة، إذن معناه ممكن أنا في درس، في بشارة، في خير. شوفوا المؤمن، لكن الكافر مو يسوي، ما الكافر حتى أحيانا الغافلة مو يسوي، تقع في مصيبة في دين. ماذا تقول واحدة من الأخوات؟ تقول أصابتني مصيبة حتى أني كرهت الصلاة. شوفوا ثقلت عليها الصلاة، هذا ما فساد؟ والكثرة ديني، كثرة ديني فثقلت علي الصلاة من الهم.
إذن هنا إيش سوت هي؟ فوالله تعالى يقول لها إذا أنت في مصيبة اتصلي بالله، فهي مو صالها. لا، ما بس صلة الأرحام، كل أمرنا الله تعالى أمرنا أن نصله كأن نصله هو سبحانه. هذا دليل على مو، دليل على مو، إنه هو أصلا لو كان يرى الخير فيما قدر الله، لو كان ممن يتفكر في أمر الله، لو كان ممن يحاسب نفسه فيما حدث، لما وصل إلى هذه المرحلة. إيش قال؟ قال أصبر، لأن الله تعالى قال وبشر الصابرين، كان صبر ولا إيش ولا ركز، قال إيش أنا الأخطاء، ليش أنا وقعت في الدين، طيب كيف أخرج من الدين، يجلس يتفكر كده يسأل نفسه بالأسئلة كيف يدلني، فيبدأ إيش يتعلم يتعلم، ثم يكتشف أن الله أكسبه مهارات ما كان هيكتسبها لولا ذلك الدين. ولذلك الحرمان نعمة، ترى الابتلاء نعمة. أنا دائما الناس تقول لي لولا ديونك يمكن أنت ما كنت هتقيمي مثل هذه الجلسات، وده فضل، فضل من الله تعالى، ما كنت أقيم، ما كنت يعني أروم اليوم أتكلم حيث، ما تصاب من مصيبة وانت ما تربع فيها إلى الله تعالى، لكن إذا رجعت سبحان الله النعم تتفتح لك. الله تعالى كان يعلمني دروس، وفعلا أنا كنت أرتكب أخطاء كثيرة كثيرة وما كان عندي مهارات، فسبحان الله أول ما تساءلت ذلك السؤال ما الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلمني إياه، إذ بي النعم تتفتح. ترى أنت لا تحسب أنه اللي يصيبك معناته أنه يصيبك عشان يعني أنه أنت معاقب، وذلك أحسن الظن في الله، أحسن الظن في الله، أنت ما معاقب، أنت تربى، تصنع على عين الله، الله تعالى جالس يربيك، يرتبك، يرتب لك حياتك. فأحسن الظن بالله، يوم تقع في مصيبة ما تظن أنه يعاقب، الله غني، الله غني. ودائما أقولكم العقاب في النهايات، طيب اللي في الدنيا هي توجيهات، هي إنذارات، هي تحذيرات، الله تعالى يحذرك عشان ترجع، يربيك. يعني مثل لما الأم ولدها يغلط، كل مرة تضربه، هل تعاقبه هي في الضرب؟ هي تريد أن تخبره أن هذا الأمر غلط، في الضرب هذيك ما عقاب، الضرب ذلك توجيه. فإذا الأمر هو أن الإنسان ما يقنط مما يصيبه، حتى لا يفسد، لأن الإنسان لما يقنط يفسد، على فكرة الإنسان لما يقنط على طول يفسد، سبحان الله القنوط فيه إفساد. نعم عباد الله تعالى يحبنا يا جماعة، الله تعالى يحبنا، كريم كريم، ما يفعل الله، يعني إيش الله تعالى يستفيد لما يعاقبنا؟ غني عنا أصلا. وبعدين الناس اللي تقول إن الله تعالى يعاقبه، خاصة ذيل الناس اللي مثلا لما صار اللي في الزلزال، يعني الله تعالى خلقني عشان يعذبني؟ يعني مثل واحد يسأله أنت جايب أولادك عشان تعذبهم؟ في حد يجيب أولاد عشان يعذبهم؟ ولله المثل الأعلى، لا منطقي. ولكن الله تعالى يهذبنا، يطهرنا، عشان إيش؟ عشان نبقى في الطريق المستقيم، ما بيخليك تايه، لأنه ماله، لأن الهداية بيده، ولأنه رحمن، ولأنه رحمن، ولأنه رحمن، في سورة الفاتحة فهو يدلنا وينصرنا ويحمينا، وكلما اتصلت به أكثر كلما زادت رحمته وزاد اتصاله بنا. ثم يعاتبنا الله تعالى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كنتم في عالم الغيب غير موجودين، ميتين، ثم خلقكم وبث فيكم الحياة
ثم يميتكم، كل ذا بأمر من الله فكيف تكفرون. أنت وين كنت قبل؟ أين كنت؟ أنت كنت في علم الغيب، كنت عبارة عن حيوان منوي واللي هي البويضة، بعدك ما متخلق، كنت في عالم الذر، عالم الذر. أين كنت؟ كنت ميتة، ما كنت موجود. حتى إيش؟ حتى الله تعالى ها شاء أن يخلقك فخلقك فأحياك. وهل تملك الحياة والممات لنفسك؟ ما حد. إذا واحد قال لك أنا أملك الحياة، والله إنك لا تضمن حياتك دقيقة، ما تضمن، فكيف تكفر؟ أنت ما ضامن. وذلك عجيب الإنسان الذي يتمرن وهو ما ضامن لحظة من حياته. فلا تعص الله تعالى وأنت لا تضمن دقيقة. ثم إليه يعني أنت في النهاية راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا تغرك الدنيا، زينة الحياة الدنيا ما تغرك الدنيا. لا تظن إن ذي الدنيا يعني هي الأصل. الله تعالى هنا يخبرنا بحقيقتنا، فاعرف حقيقتك أيها الإنسان. تجلس جلس مع نفسك، هذه ما قسوة، هذا عتاب فيه مصارحة. يعني مثل واحد، وعلى فكرة لن يصارحنا إلا من يحبنا. اللي ما يصارحني ما يحبني. شوفوا كرم الله. ولذلك ماذا كان يقول عمر؟ رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. ليش؟ لأنه اللي خبرني بعيوبي يحبني. والله تعالى يخبرك نقاط ضعفك وقوتك، يقول لك من أنت؟ ليش؟ عشان تنتبه. الله تعالى كان قادر يخفي عنها هذه الحقائق، صح ولا لا؟ لكن لأنه يحبك يخبرك. فبالله عليك، تو الله تعالى يقول لك يا عبادي أنت ما كنت موجود، ثم خلقتك، ثم أميتك، ثم إلي أرجعك. فراجع نفسك، شوف نفسك كذا، هل أنت سيرك في الحياة صح؟ شوفوا العتاب. وما العتاب وما المصارحة إلا محبة. وذلك أنا استغرب من بعض الناس لما تجي تقولي لهم الصراحة ما يحبوها، لما تجي تكلمين وتكلمين بأسلوب جميل ما يحبوها، بل يتكبرون. المؤمن مو يقول ما أجمله من عتاب، وما أجمله من تذكير، وما أجملها من محبة، يحبني فيعاتبني الله تعالى. الواحدة تؤمن لما المؤمن هو يسوي، لما يقرأ ذي الآية يقول يا الله كيف الله يحبني ويخبرني ويدلني، يدلني من أنا، ما حقيقتي، وما دوري، وما رسالتي. فيجي يقرأ الآية يقول الله فعلا أنا ما كنت موجود، من اللي خلقني؟ ومن اللي هيموتني؟ ولمن أرجع؟ لله. فتخضع النفس. هذا استشعار من؟ المتفكر. عشان كذا أقول لكم ما أي حد، المتفكر اللي يمر على الآية ما يمر عليها مرور الكرام. المؤمن لا يمر على الآيات مرور الكرام، لا، كل آية لها حساباتها عنده، حاسب نفسه فيها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإحنا قلنا سبحان الله، الله تعالى لا يذكر الأرض حتى يذكر السماء، ولا يذكر السماء حتى يذكر الأرض. عشان يخبرنا ماذا؟ بفضله علينا. أيوة، لأنه إحنا قلنا ما هو في السماء مثله في الأرض، وما هو في الأرض مثله في السماء. طيب واحدة تقولي إيش هو، يعني إيش اللي تقصدي؟ أقصد أن الأوامر القوانين السنن الموجودة في الأرض نفسها موجودة في السماء، إلا أن في السماء هناك الأمر
وفي الأرض هناك الخلق. كيف يعني؟ يعني الله تعالى يأذن لك، يأذن لك في، فهو عالم الأمر يأذن، ثم في الأرض تتجلى، يتجلى هذا الإذن. يعني مثلا واحدة تقول أنا أريد فلوس، فيأمر الله أن تعطي مالا، فيتجلى المال على الأرض، عالم الخلق. الآن الأخت نسأل الله للأخت أن تشفى، فيأتي الأمر من الله بإذن الله تعالى فيشفيها ويعافيها. نسأل الله تعالى أن يمدها بالعافية والشفاء، يشفيها شفاء لا يغادر سقما، ويطهر جسدها من كل بلاء وسوء وسقم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. هنا وصلنا أخواتي إلى نهاية الجلسة، وصلنا إلى الآية 29 بإذن الله تعالى. سنكمل يوم الخميس بحول الله تعالى جلستنا أيضا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم طهرنا، اللهم واشفنا، اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا من كل بأس ومرض وسوء. اللهم طهر أجسادهم، اللهم طهر أجسادهم، اللهم وعافهم، اللهم وعافهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم طهر أجسادهم، اللهم طهر أجسادهم، اللهم واصلح خلايا جسدهم، اللهم واصلح خلايا جسدهم، اللهم وعوضهم خيرا، اللهم وعوضهم خيرا، اللهم وعوض خير، أعوضهم خيرا. اللهم آجرهم على صبرهم، اللهم آجرهم على صبرهم، اللهم عوضهم خيرا يا رب العالمين. اللهم إنك على كل شيء قدير، إنك أنت السميع العليم. اللهم استجب، اللهم استجب. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاستغفار قبل أذان الفجر. تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله تعالى القبول والإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله.